معك ادريس الزهري استاذ ثانوي تاهيلي بثانوي صلاح الدين الايوبي. كما كتلاحظوا هذه وقفه نمدد من خلالها قرار اعفاء السيد عبد الله عبيدي مدير ثانوي صلاح الدين الايوبي. هذا قرار الاعفاء المفاجئ اللي جا في حقه حسب ما بلغنا انه بناء على تقرير صادر من النيابه المديرية الإقليمية لسالة تم يعني استعراض مجموعه من المؤاخذات على السيد المدير. هو له الحق في الرد على هذا التقرير، ونحن بحكم نشتغل في هذه المؤسسه كاسره واحده ما مس السيد المدير يمس الاساتذه. اولا يجب ان نعرف ان اجراء امتحانات يعني امتحانات البكالوريا بالنسبه للمترشحين الاحرار ليس امرا عاديا وليس مماثلا للمترشحين المتمدرسين يعني الرسميين. الاحرار هي توليفه غير واضحه وغير منسجمه بحكم عناصر كثيره اللي كتكون في المترشحين، منهم انا كنقولها منهم احيانا كيكونوا بعض الماجورين اللي كيخترقوا يعني الامتحانات ديال الاحرار اللي تسري بالامتحان. وهنا كنتسائل وكيتسائلوا جميع الاساتذه كيف يعقل ان رئيس المركز يقوم باخراج هذا العدد ديال التلاميذ اللي من حقهم يردوا، من حقهم يطالبوا يتسائلوا على سبب الاخراج ديالهم. كيف يعقل انه يخرج مجموعه ديال التلاميذ اللي هو حسب ما بلغ انه كان في فتره انتقاليه لتمرير الاضرفه ديال الماده الثانيه ديال التربيه الاسلاميه، انه يقوم بهذا الاجراء اللي هو قاتل. هنا مناسبه للتذكير ايضا ان الامتحان او الاستحقاق ليس اجراء عاديا، اجراء عادي. نشهد السيد المدير بالكفاءه ديالو بالمهنيه ديالو وبالقدره ديالو على ماذا؟ على يعني على تنظيم على جعل المؤسسه يعني مركزا يعني سنويا للامتحانات البكالوريا، وانه في هذه الظرفيه يتم يعني التلفيق، ممكن يعتبر التلفيق بعد التهم للسيد المدير، من بين التهم على انه كان يعني غير قادر على ضبط حركيه المترشحين. وكيف ما كتلاحظوا المؤسسه كلها شاهده على المسارات اللي تم الاعداد ديالها، مسار ولوج يعني المترشحين ومسار الخروج ديال المترشحين، يعني الحركيه تثبت هاد الممرات على ان المدير المركز ساهره على السير العادي للامتحان. السؤال الثاني اللي كنطرحوا حنا كاساتذه هو الظرفيه اللي اتخذ فيها هذا القرار، هي ظرفيه استثنائيه. كيف ظرفيه استثنائيه؟ كنعرفوا على اننا كاملين نعيش تحت ضغط جائحه كوفيد 19، وكنعرفوا على ان حرص الجميع لا اباء لا امهات لا اساتذه لا لا لا, لا طاقم اداري او تربوي على ماذا؟ على انجاح هذا الاستحقاق، هذا استحقاق الامتحانات. حنا هنا في هذه الوقفه اولا نطالب بالحقيقه، لا شيء غير الحقيقه. حقيقه ماذا؟ ان يتم يعني اعفاء السيد المدير بشرط قلم. الاعفاء خصو مراحل، مجلس تاديبي، الانصات، يسمعوا حتى الاساتذه. حنا كنحرصوا هذوك التلاميذ، كنحرصوا هذوك المترشحين، وخصنا نعلنوا بان المترشحين الاحرار تيضبطوا العشرات ديال الهواتف النقاله، والمترشحين الاحرار منهم كيتم التسريب ديال الامتحانات الوطنيه والجهويه، ومترشحين الاحرار صعيب راه لاحظتي. نتسالوا هنايا الامتحان اللي كان مع الصباح راه بحكم شي غالي في الصحافه سنوات عديده، راه بغيتي تعيط لشي مراسل وتعيط للصحافي راه خصك تشوف هل هو المتفرغ، هل هو يعني واجد باش 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 ينقل لك واحد الخبر معين مباشره. بعد ما سمي نعتبروا بان المدير قام باخراج مجموعه من التلاميذ، لقينا منابر اعلاميه موجوده هنا. سؤال مطروح، من اخبر تلك المنابر الاعلاميه بتلك السرعه الفوريه باش يكونوا امام باب المؤسسه؟ من تعمد ان يلفق تهما للمدير المؤسسه؟ ما ننساوش بان المؤسسه راه فيها ملاحظين، فيها رجال امن، فيها قوات مساعده، فيها اباء واولياء التلاميذ اللي تيكونوا خارج المؤسسه، عاد فيها مراقبين. يعني راه واحد
عناصر كثيره. انا بغيت نعتبر كاين واحد الاعيون يعني تراقب ويجي التقرير ويقول بان السيد المدير يعني لم يقم بواجبه. نزيدك واحد مساله اخرى. التصريحات اللي جات على لسان مجموعه من المترشحين اللي قالوا على ان تم اخراجهم منهم شخصيا ضبطتهم غاشين، لان هذه المؤسسه هذه سنويا تيكونوا فيها الدورة الاستدراكية للمترشحين الأحرار. مجموعة من التلاميذ كانوا هنا وطردوا من المؤسسة ومشاو مؤسسات أخرين ورجعوا، فإذا بي كنسمع الأصوات ديالهم في منابر إعلامية يعني تيقولوا كلام غير لا أساس من الصحة. أن ما هو الكلام غير من الصحة؟ أن يقوم مثلا المدير، أنا كنهضر على المدير، أن يقوم مدير المؤسسة بإخراجهم. الله يخليكم، عين العقل ما هو؟ هل لرئيس مركز بجرة قلم يحرم مجموعة من مترشحي الأحرار من حقهم في اجتياز امتحانات البكالوريا ولا يقبل عاقل؟ أنا لا أقبل عاقل أن يقوم رئيس مركز الامتحان بهذا الجرم في حق مجموعة من المترشحين. والمطالبة بإعادة فتح التحقيق أولا، يعني التحقيق إعادة فتحه، ثانيا يكون تحقيق نزيه للاستماع للأصوات المتعددة، رد الاعتبار أنك حكى أساتذة كأساتذة، يعني الإعفاء ديال السيد المدير هو إعفاء المجموعة من الجهود اللي كتبذل هنا. الله يخليك، الصوت اللي ممكن نوصلو حنا في ثانوية صلاح الدين الأيوبي بسالة راه ليست ثانوية عادية. أولا اللي تلاحظ أنها جات في ملتقى مجموعة من الأحياء ديال مدينة سالة العتيقة ولا الأحياء الجانبية. المؤسسة من الصعب، أنا كنقولها من الصعب وأتحدى أي شخص أن يقول عنها أن هذه المؤسسة يمكنه لمبتدئ لا في السير الاداري ولا في السير التربوي ولا حتى في التدريس ان يشتغل يعني بواحد يشتغل ب ب يعني ب ب ب بسهوله. هذه المؤسسه كتطلب الحزم اولا. رجل التعليم اللي يشتغل في مؤسسه صلاح الدين الايوبي خصو يكون عنده تجربه في الميدان اولا. كلمه اخيره اول شيء نتمنى ما يكونش السيد المدير هذا الاعفاء ديالو وراءه وراء الأكمة ما وراءها، يعني أن تكون هناك حسابات معينة، أن تكون هناك يعني مؤامرة مدبرة بليل، لأن الإعفاء راه إعفاء راه له مراحل. أما أن يأتي بجرة قلم ويكون كبش فداء وأن يكمم أصوات المحتجين، لأن الاحتجاج راه من السهل أن نحتج جميعا، أن نخرج للشارع ونثير الانتباه الخاص والعام ونلفق التهم للاشخاص. نحن هنا لم نكن حاضرين يوم 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 الامتحان، ولكن هذه كلها حيتيات يعني تلتقي في نقطه واحده، ان ما وقع ليس عملا بريئا، هناك مؤامره دبرت لهذه المؤسسه. والسلام عليكم. السلام عليكم، انا استاذه في ثانويه صلاح الدين الايوبي، كنشتغل هنا لمده سنوات طويله ما يفوق على 13 سنه. كنشهد على ان دائما في كل سنه كيدوزوا الاجواء ديال الامتحانات سواء للاحرار او للمتمدرسون في اجواء يعني عاديه جدا، وعمر ما كانوا عندنا هذه المشاكل اللي شفناها هذه السنه هذه. السي عبد الله عبيدي اللي هو مدير المؤسسه ديالنا معروف عليه الطيبه، معروف عليه الحزم، ومعروف عليه انه رجل اداري محنك جدا. والدليل لو ان دائما المديريه الاقليميه كتكلفوا بالحراسه ديال الامتحانات المهنيه، امتحانات الشرطه، وهذا دليل على انهم دايرين فيه الثقه من طرف المديريه الاقليميه. المشكل اللي وقعت السنه هذه ما عرفناش كيفاش وقع، لدرجة انه التلامذ اللي دلوا بالتصريح في المشكل اكبر دليل على انهم الناس اللي دوزوا 4 سنين 5 سنين في تيجربوا الحظ ديالهم ياخذوا البكالوريا وما ساحفهمش الحظ، فكيف يعقل انه في هذه السنه بالضبط اللي غادي يكون غيديروا ان السي عبد الله غيدير خطا بحال هذا اللي لا يعقل؟ هو ما يفوق 20 عام هو مدير ديال المؤسسه. اللي كنطالبوا حنا هنايا اليوم كاساتذه متواجدين هو انا كنطالبوا يبان الحق ديال السي عبد الله عبيدي، وجينا نشهدوا له وجينا نساندوه لاننا كنشوفوا على انه قرار مجحف في الحق ديالو، وقرار اللي جا كيضرب مسيره ديال رجل اداري محنك، وحنا كاطر معاه هنا في المؤسسه ما قبلناش هذا القرار وجينا نساندوه حتى لاخر المشوار معاه. والدليل هو انه الاساتذه كلهم جاوا، كاين اللي جا من مقر سكنه بعيد، لانه السيد اللي
اداريا ما يمكنش يدير الخطا اللي كلشي الان في الشائعات في مواقع التواصل الاجتماعي تيروجوا ليها. جينا هنا غير باش نبينوا الحق، وكنشكركم انتم كمنبر اعلامي، كنشكركم على هذه الالتفاتات.